اغتصاب سهر الصي وحادثة محمد عادل في الحلقة الثانية من مسلسل الطاووس. إشادات بسهر الصايغ بعد تجسيدها لمشهد اغتصاب في الطاووس بتعمل عظمة. مشهد اغتصاب سهر الصايغ على يد مجموعة من الشباب يصدم الجمهور ويتصدر. اغتصاب سهر الصايغ بالطاووس يحقق 1,000,000 مشاهدة في 7 ساعات. 1,000,000 مشاهدة لمشهد اغتصاب سهر الصايغ في الطاووس. السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9,000 لايك. لو بتحب سهر الصايغ ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سهر الصايغ. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. اغتصاب سهر الصايغ بالطاووس يحقق 1,000,000 مشاهدة في 7 ساعات. تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل الطاووس بطولة النجم العربي جمال سليمان ترند مؤشر البحث جوجل نظرا لتصاعد الأحداث بشكل مثير. أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمينة التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ. وقد حقق مشهد تعرض أمينة سهر الصايغ للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب من أصحاب النفوذ في أقل من 7 ساعات نحو 1,000,000 مشاهدة، في ظل حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم هذا المشهد بشكل محترم وذكي في أن يكون المعنى في بطن الشاعر، وذلك بذكاء ودهاء مخرج وواعي يعرف جيدا ما يقدم للجمهور ولديه قدرة رائعة في فن توجيه الممثل بشكل صحيح. وبال فعلا استطاع أن يوصل كل ما يريده دون أن يكون مشهدا أو يسيء للمشاعر. كما أبهرت الفنانة سهر الصايغ الجمهور بأداء شخصية أمينة بشكل ناعم وسلس جدا، تعكس الطيبة ونقاء السرير والبراءة للبسطاء، واستطاعت تجسيد الدور بإحساس صادق ووصلت إلى أكبر درجة من الإتقان لتثبت أنها طاقة فنية متجددة، ولا يمكن لك أن تتوقع ما ستفاجئ الجمهور به، وذلك تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز. وأبرزت الحلقة مدى المعاناة التي تتعرض لها شخصية أمينة، الفتاة التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على والدها الذي لا يعمل، وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها فضلا عن الإنفاق على تعليمها وحصلت على الشهادة الجامعية، ولكنها في حاجة للمال من أجل دفع مصاريف حصولها على الشهادة، مما تضطر للذهاب إلى الساحل الشمالي للعمل في النظافة داخل إحدى الحفلات من أجل الحصول على المال، مما يجعلها تتعرض لعملية اغتصاب من أصحاب النفوذ بعدما يشاهده أحدهم ويخطف الهاتف الخاص بها، ثم يضع لها المخدر في العصير ويصطحبها هم وأصدقائه إلى غرفة النوم، وهناك تقع واقعة الاغتصاب من قبل هؤلاء الشباب. ويعد رؤوف عبد العزيز مخرجا يمتلك أسلوبا إخراجيا شديد التميز والذكاء، ينعكس ذلك في اختياراته للقصة والموضوع وأسلوب التصوير وأداء الممثلين. وأبرز ما يميزه في المسلسل هو الإيقاع المنسجم مع الأحداث والمجدود بحرفية ليثير الغموض والإثارة جذب المشاهد من أول لحظة. مع وجود اهتمام كبير بالكادر الجمالي للصورة زائد تصوير متميز وحركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها، كما وفق في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كل المشاهد حتى الآن، فضلا عن تصوير المشاهد ذات المناظر الطبيعية في غاية الروعة، ويعطي متنفسا للعمل ومريحا لعين المشاهد، واختيار موفق لأماكن التصوير التي تخدم قضية العمل والمضمون العام. يشار إلى أن مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان وسيدة المرح العربي سميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليمة وهبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتاب المؤلف محمد ناجر، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 1,000,000 مشاهدة لمشهد اغتصاب سهر الصايغ في الطاووس. تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل الطاووس بطولة الفنان جمال سليمان ترند مؤشر البحث جوجل نظرا لتصاعد الأحداث بشكل مثير. أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمينة التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ على يد مجموعة من الشباب. وحقق مشهد تعرض أمينة سهر الصايغ للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب 1,000,000 مشاهدة في أقل من 7 ساعات نحو 1,000,000 مشاهدة. كما أبهرت سهر الصايغ الجمهور بأداء الشخصية تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وألقت الحلقة الضوء على عدة قضايا اجتماعية أبرزها المحامين الذين يستغلون بعض القضايا ويحولونها إلى قضايا رأي عام من أجل المال والشهرة، وذلك من خلال شخصية كمال الأسطول التي يجسدها الفنان جمال سليمان. الطاووس بطولة جمال سليمان وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليمة وهبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليشة وعابد عناني والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كليم الدليل.
والفنانة الشابة فرح الزاهر وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتاب المؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز. مسلسل الطاووس يعرض على النهار الساعة 6:30 مساء والإعادة 1:30 والخامسة صباحا. مشهد اغتصاب سهر الصايغ على يد مجموعة من الشباب يصدم الجمهور ويتصدر. تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل الطاووس اللي ترند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمينة التي تجسدها الممثلة المصرية سهر الصايغ من قبل مجموعة من الشباب. وحقق مشهد تعرض أمينة للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب أكثر من 1,000,000 مشاهدة بأقل من 7 ساعات، وأثنى عدد كبير من المتابعين على أداء سهر الصايغ لهذه الشخصية الصعبة. يذكر أن المسلسل من بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وهيبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد علاش وعابد عناني، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتاب المؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز. بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز ألوتار. أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودي اليوم الثلاثاء بيانا عاجلا بشأن كواليس برنامج المقلب الشهير رامز ألوتار الذي ترعاه الهيئة هذا العام ويقدمه الفنان رامز جلال ويعرض على قنوات MBC خلال شهر رمضان. وذكرت الهيئة في بيانها أن حلقات البرنامج تم تصويره هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبينة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف. حسب موقع أخبار 24 السعودية يشار إلى أن الفنان أحمد سعد كان ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهن ضمن موسم الرياض، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زيا بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها. بعدها يبدو تجربة الألعاب المثيرة. ونوهت الهيئة أن برنامج تم تسجيله على مدار 15 يوما ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يوما. والآن أعزائي المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل سيحقق مسلسل الطاووس نجاحا كبيرا في هذا الموسم في رمضان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.